الله يجزي لك يا أسامة. اليوم يوم فات القمر قش الدهر. هذا الحين تمشي شكيب. أيوة شنو ما لي خليه فاتن ترتاح عليه. ارتاح أنت بس. هي أنا مرتاح. أنا ما استرش أستغني عنها لأني أصلا هي اللي تبيع بالداخل البيوت. قصدي ما بالسخا والله إني عادي وصلها وعادي أبصار وال. كلنا عاد إحنا وصلنا. والله إني شنو 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 افتقدكم. تمام الله يفتح من ثقيل عليه ثقيل عليه والله انه ثقيل عليه المفروض ثقيل مشو ثقيل تقول لا ثقيل ثقيل والله مشو الله صلوا على رسول الله لا تتعودوا على الحاجات هذه لان هذه الحاجه هتكسرين يا والله مش كسرين انا تحمل ساعدك انا ساعدك انا ساعدك الله انا ساعدك خليك تكسر انا ولا تكسر على الحاجه الله اطلع من الاول امسك 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 ايدك امسك عندك امسك عندك امسك عندك اها هنا هات 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 الله والله نور تتحمل هذا كله هين نجل 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 بهلين خلونا نجل بهلين السواق خلونا نجل بهلين هنا هي بس ينوار شي شي مشي بس هي امان اخي خلي ترتاح دلا دلا لكن دلا دلا انت الله الله بخالي سعيد الله يحفظك الله ولا هي بعيوني خالي سعيد الله الله لهون السياره ذينا قلق انزلوا انزلوا شو كيف يكون سياره ثانيه شو كيف ينزلوا شو كيف يكون سياره ثانيه منتظرينا يا نور سياره ثانيه شو كيف يكون سياره ثانيه والله انت بس السياره مش بتطني له انت بس ما مش بتطني له ما نكمل لنا انوار انت لا تشغلش خلاص كما تمشي لين الفجر وخلي بالك من طيب امشي بالسايم الله يحفظك ولا يهمك يا فاتن اسالكم بالله كما دل دل عليهم دل دل عليهم دل دل عليهم الله انوار اه وين شكيب اعوذ بالله مش طارقين وين هو فضل الله عز وجل مش الان فضل الله عز وجل هذه نعمه من نعم الله عز وجل انه مش الان الله الله ابو معي من حظ ولذمتي هذه قبل هذه حديد بديد سريد وريد ان انا نجم الخزع نجمك الخزع ايوه اخرج من الخزع شو هي قلت لي ما هو الموضوع متدور انت متشمن شكيب موضوع خاص ومستحيل مستحيل مستحيل اكلم بو اي واحد اه يعني موضوع ما تقش تقوله بو اي واحد ايوه طيب قل لي بو اصلا انا اشتي اكمل نص ديني تكمل نص دينك يا ولد قد عدت الأمة الإسلامية كلها أين عشت تكمل نص ما باقي من نفس النص دين قد أخذت الدين كله أشتي أطلب إيد فاتن إيد فاتن وكيف تطبخ؟ مدخل كيف تطبخ فاتن؟ يعني كيف تطبخ مع يعني أنا شتي شايدة أيوه أيوه أجن قطع خيار ولا مو معانا ايديه ورجليه مو هو متشتي بالضبط وانت مو دخلك من بقية اهله من بقية اهله خلاص خلاص من طيب خلاص خلاص والله اخر من العدة اسمع اول ما يجي فاتن وشكيب تبلغني انا ايش بلغك طيب تمام ان شاء الله ايش بلغك ان شاء الله ما بلغ ان شاء الله لا صح لا